فيصل بسألك عن بعدين لقطة لك، الدوب يا اخي. وفيصل بسألك عن لقطة خالدة لك بكأس العالم، هدفك على البرغواي اللي لغى مع صفارة الحكم نهاية الشوط الأول. اي نعم، ظروف اللي إلغاء كان الهدف، يعني أنا أعتقد أن حتى أنت يمكن ما سمعت الصفارة. هو اصلا الفريقين ما كنا سامعين الصفارة، بحيث من لعبة ضربة الركنية نعم، والحكم صفر وهي بالجو، يعني المفروض كان يخليها تكمل الحالة وتنتهي وبعدين يصفر. فكنا تفاجأنا انه احنا لما صفر، وانا من سجلت الهدف الحقيقة ركضت، يعني ده افرح بالهدف، نعم بس صحيح. بعدين تفاجأت انه الحكم يأشر انه يعني انتهى الشوط الأول. الحادثة الثانية يعني حقيقة تصرف اسلم كمل تصرف تفضل. كان سيء، تصرف سيء من الحكم، حرمني من تاريخ يعني كبير، انه خلال 3 مباريات انه اسجل هدفين، يعني شيء هذا يعني يعتبر انجاز كبير. بس كابتن، هدفك الثاني على بفاف على بلجيكا، رد فعلك ما كان كأنك مسجل نعم. بكأس العالم. شوف المنطقة اللي كنا احنا نلعب بها كانت منطقة مرتفعة والاكسجين بها قليل، فكنا يعني نحاول انه نختزل الجهد بالركض حتى يبقى عندنا نفس نطول بيه بالمباراه، ولذلك كنا مثلا اي هجمه اي عمل اي شيء نقوم به، اي حركه يعني بها مطاوله نرجع بس نريد نسترجع نفسنا، فلذلك ما قدرت حتى افرح بالهدف الطريقه اللي مثلا يستحقها.